إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. تأسف قائد الوداد الرياضي يحيى زبران على فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري الإفريقي بعد الخسارة في إياب نهائي يوم الأحد بهدفين دون رد أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي. وتحدث زبران في تصريح صحفي عن الخيبة التي مني بها الفريق الأحمر للإخفاق في تحقيق لقب دوري السوبر الإفريقي قائلا: قدر الله وما سأفعل، الهزيمة أثرت علينا، هذه هي كرة القدم، بذلنا أقصى جهدنا للتتويج باللقب لكن فشلنا في ذلك. أتابع: ليس سهل الوصول لنهائي في هذه الظروف وفي ظرف زمني قصير، لكن اللاعبون قدموا مباراة جيدة ولم يظهروا بمستواهم المعهود بسبب عدة عوامل. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.